أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الآيات أيها الإخوة هي مفتتح الحديث عن مضمون الهدي القرآني والحكمة التي تضمنها القرآن والتي بها يكتمل الإنسان. فإنه لما أخبر الله تعالى أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ثم بين حال الإنسان بغير هذا الهدي وهدد المكذبين والمعرضين، وذكر فضل الله عز وجل على الإنسان، بين هنا الحكمة التي تضمنها هذا القرآن وهذا الهدي الذي يصل به الإنسان إلى أقوم السبيل. فذكر حقه أولا فقال: لا تجعل مع الله إلها آخر. والخطاب هنا ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك منه، أن يجعل مع الله إلها آخر. لكن القرآن أيها الإخوة، وهذه من أساليب القرآن المهمة التي ينبغي أن ننظر إليها، أنه إذا جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما ذلك يدل على عظم الأمر، عظم الأمر. قوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، فإن هذا الأمر عظيم، فتوجه بالخطاب إلى الرجل الأول في الأمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون الخطاب له شأنه وعظمته وأهميته. وثانيا أن الخطاب هنا لكل قارئ يريد أن يكتمل بهدي القرآن، فإن كنت تريد أن تكتمل بهدي القرآن فعليك أولا أن تتجرد من كل في عقيدتك لله تعالى، ولا تجعل مع الله إلها آخر. لاحظوا أنه قال: فتقعد مذموما مخذولا. لماذا قال تقعد مذموما مخذولا ولم يقل فتلقى في جهنم كالآية الأخرى التي بعدها؟ هذا يدل على أن عاقبة الإشراك بالله عز وجل عاقبة سيئة، فسيقعد الإنسان بغير التوحيد مذموم في صفاته وفي حاله، مذموم لأنه بغير التوحيد مشرك. لا شك أن المشرك أذم مذموم، وأذم ذم يكون فيه الإنسان هو شركه. مخذولة أي ليس له معين، وسيخذله الله تعالى في حياته في الدنيا وفي الآخرة، وليس له ناصر في الدنيا ولا في الآخرة، وإن نصره أحد في الدنيا فلن يكون له شأن عند الله تعالى. لكن لاحظوا أنه قال فتقعد ولم يقل فتجلس. ما الفرق بين القعود والجلوس حتى يتبين أن معنى القعود يدل على ما ذكرت؟ القعود يدل على أمر بأن ينال الإنسان مكانا سافلا أو مكانا منخفضا أو مكانا غير مكان تشريف وتكريم. أما الجلوس لا، فهو أن يبقى في مكان أو يقعد أو يجلس في مكان فيه تشريف وتمكين. جلس على كرسي الملك أي تمكن فيه، لكن قعد فهي
دالة على هوان وقلة شأن له وعدم اعتبار. ولهذا قال مذموما في صفاته وفي دينه وفي حاله كله. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك عاطفا الآية على ما قبلها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أكد ذلك مرة أخرى بعبادته لأنه نفى ثم أثبت. والعقيدة والتوحيد نفي وإثبات، قال ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال وبالوالدين إحسانا. فالله تعالى جعل من أسس حياة الإنسان باكتماله وقضاها وحكم بها أنه لا يعبد إلا الله، ثم يقوم بالإحسان إلى أقرب الناس إليه. وكأن الله تعالى يبين لنا في هذه الآية والتي بعدها أن شأن هذا الهدي القرآني وهذه الرسالة المحمدية أنها تحقق الفطرة السليمة. الفطرة السليمة يعني هذا الدين بما فيه من هدي هو موافق للفطرة السليمة التي خلقها الله تعالى، خلق الله تعالى عليه الإنسان. فقال الله تعالى وبالوالدين إحسانا، مما يؤكد ويبين أن هذا الدين يأمر بالإحسان وبالصلة وبرد الإحسان والفضل باعتبار يعني خلق الإنسان وولادته وأصله. فلا شك أن هذا دليل على كمال، فمن الكمال أن تعرف لصاحب الفضل حقه وتقوم بحق الأصل الذي أتيت به منه. قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا، لم يقل حسنا. ما الفرق بين حسنا وإحسانا؟ الفرق بينهما أن الحسن هو حسن العمل الحسن، لكن الإحسان هو أكمل من الحسن. فالله تعالى أمرنا بأن نؤدي للوالدين أكمل الحسن وهو الإحسان. ولهذا قال الله عز وجل في هذه السورة قل لعبادي يقول التي هي أحسن. فهناك حسن وهناك أحسن، أنت تريد الكمال، وهنا هذه السورة في السياق ما يبعثك على الكمال كما ذكرنا لكم في قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. فمن أقوم الأمور مع والديك أن تؤدي حقهم على أكمل وجه، هذا هو هدي القرآن. قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لماذا خص الله عز وجل حالة كبر الوالدين؟ هذا ظاهر، وهو أن أشد ما يكون الوالد بحاجة إلى ابنه ورد جميله والقيام بشأنه ورعايته هو حال كبره، لأنه في غير حال كبره قد يقوم بنفسه وقد يستغني عن ولده. فأكمل ما يكون من درجات الإحسان إلى أنك تبر والديك إذا احتاجوا إليك. يعني هنا يشير هنا في الآية إلى أن درجات البر مختلفة، البر بعمومه، لكن أعظم البر أن تبر والديك حال حاجتهما إليك. مثال ذلك أن تأمرك والدتك بأمر، أن تأمرك بوالدك بأمر أو تطلب أمر منك ومن أخيك أو كذا أو أختك أو إخوانك، فهنا في هذا الموضع الذي تحتاجك فيه أمك أو والدك أولى أن تبادر إليه من غيرك. هذا يختلف عن برك بأن تأتي إليه وتسلم عليه وتؤدي البر بعمومه بإطلاقه، لكنه إذا احتاج إليك
فاعلم أن هذا موضع التنافس. فهي مسألة مهمة جدا ينبغي العناية بها أيها الإخوة. قال: يبلغن عندك الكبر، مما يؤكد على أن حاجة الأبوين في كبرهما أنه قال عندك، يعني كأنهما قد تجردا عن قدرتهما، ليس لهما سبيل إلى أن يقوم بحياتهما، ويؤكد ذلك قال الكبر، لأن الكبر هو سوى وقعود الإنسان وعجزه. فكأن في هذه الآية دليل على أن الإنسان يشرع له، بل يجب عليه وينبغي أن يرعى والديه عنده إذا كان في كبرهما. وحين نرى هذا في آداب الإسلام نرى في هذا والله أيها الإخوة عظمة في الإسلام، أن الله يرعى حقك أيها الإنسان أنت حينما تكون عاجزا عن القيام بشؤونك، فيكفل لك من يرعى خدمتك وإكرامك وإحسان إليك، ليس فقط خدمتك بل الإحسان إليك. أعظم من هذا دين؟ والله ليس هناك أعظم. ولذلك ترى أيها الإخوة في المجتمعات الغربية، وللأسف نجد هذا في بعض مجتمعاتنا، أن بعض الناس حينما يبلغ بوالديه بأحد أو أحدهما الكبر يذهب به ويبقيه في دار العجزة والمسنين. أي بر هذا إذا كان قادرا على القيام به مهما كان عليه من حال من العجز والضعف والحاجة إلى البر؟ فإنه والله أيها الإخوة، ليس أعظم من هذه الحالة أردا للجميل الذي كنت مثله يوم كنت صغيرا. تصور، هل رأيتم أبا أيها الإخوة يوصل ابنه الصغير الرضيع إلى دار الرعاية ويتركه، أو أما تفعل ذلك في قلبها رحمة وإيمان؟ ما يفعل ذلك. فكيف يفعله الابن أيها الإخوة حينما يكبر أبواه؟ هذا المنظر أيها الإخوة مشين، وهذا الحال لا يليق بأهل الإسلام. صحيح أن بعض العجزة ليس لهم أحد، ليس لهم أولاد، ولا يستطيع غيرهم من أقاربهم ربما أن يقوموا بشأنهم، فقد يأوون أو يذهب بهم إلى مثل تلك إلى مثل تلك الأماكن. لكن ولا شك أيها الإخوة أنه مع هذا ينبغي الإنسان إذا كان له قريب وليس له ولد أن يعني به بنفسه قدر استطاعته. قال الله عز وجل هنا: أحدهما أو كلاهما. ما الفائدة من ذكر يعني التفصيل هنا؟ التفصيل ليؤكد يعني أهمية حق الوالدين، حتى وإن كان اثنين يجب أن تقوم بهما، ولا تقول والله أنا عاجز عنهما. فالله تعالى قال أحدهما أو كلاهما، ينبغي أن تقوم بذلك، فإن ذلك من عبادتك لربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وما قارن الله تعالى حق الوالدين بحقه إلا للدلالة على أن من أعظم الأعمال الدالة على عبادة الله عز وجل والمقربة إلى الله تعالى والتي أمر الله تعالى بها هي بر الوالدين. قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف. لماذا قال فلا تقل لهما أف ولم يقل قل لهما قولا ابتداء؟ يعني قدم النهي هنا على قل لهما قولا كريما. من يأتي لي بسر ذلك؟ لماذا قدم الله تعالى النهي بقوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ثم قال وقل لهما قولا كريما؟ هذا أمر ظاهر أيها الإخوة. نعم جيد، هذا معنى. وثانيا، نعم الكبير أيها الإخوة هو مظنة، خصوصا إذا شاخ وربما يعني فقد وعيه أو في مرحلة هذيانه، ربما يصيح ويؤذي ويتكلم ويسب ويشتم أو غير ذلك. فالله تعالى قدم النهي هنا
من باب التأكيد على أنك لا تتضجر من قوله أو فعله أو تصرفه، فإن هذا الوضع يستلزم الصبر والتحمل. ولذلك جاء بأمرين، الأمر الأول قال فلا تقل لهم أف، وما أعظم والله هذا اللفظ الرقيق العظيم في أنك لا تحدث لهما في نفسهما أي أذى وقهر في أنفسهما. ولهذا قال تعالى ولا تنهرهما. ما المقصود بالنهر؟ ما المقصود بالنهر؟ لماذا لم يقل ولا تنهاهما؟ يعني ما الفرق بين قوله ولا تنهارهما ودون قوله ولا تنهاهما ولا تغلظ عليهما؟ هذا يشمل إخوان الكرام النهر يشمل اشمئزازك من تصرف، قد يكون هذا النهر بإشارة منك ليس فقط بقول، يعني تصرف والدك تصرف لا ترضاه، يعني أنت صدر منك شيئا من عدم الرضا، والنهر بوجهك فقط حين عبست بوجهه هذا نهر. أنت الآن طفلك بين يديك حينما يتصرف تصرف بين يدي الرجال لا تريد أن تنهره بصوتك، فربما تنظر إليه بعينك فقط، نظر العين هذا نهر، أليس كذلك؟ ينهره حتى وكان بنظرة فيها شيء من عدم الرضا. فالله تعالى ذكر هنا ما يناسب قولك ولا تقل لهما أف، أي ولا تحدث لهما إشارة أو قولا أو فعلا في عدم الرضا بفعلهما أو بتصرفاتهما. ثم أكد ذلك بعكس ذلك تماما بقوله وقل لهما قولا كريما. لماذا لم يقل وقل لهما قولا حسنا، قال كريما؟ ما أعظم هذه الدلالات أيها الإخوة. الكريم هو الذي يفعل الشيء ولا ينتظر الجزاء، يفعل الشيء من غير جزاء ومن غير مصلحة له، يعطي عطاء لا يريد مصلحة. إذا أراد مصلحة فليس بكريم، إذا أراد أن يكون له عند ذاك الرجل مكانا أو أن يرى أن يكون له نفاسة في المجتمع فهذا ليس بكريم. الكريم الذي يعطي عطاء مجردا لا ينتظر منه جزاء. فالله تعالى قال هنا وقل لهما قولا كريما، يعني أغدق عليهما من القول بكرم ولا تنتظر الرد، لأنه ليس عندهما رد، ليس عندهما قدرة أن يردن عليك، انتهى أمرهما، فقد قدم حقهما عليك وأنت صغير، فرد الجميل وزد على ذلك كرما منك، ولن تزيد ولن تستطيع إلا أن تفعل ما بقدرتك وطاقتك، هذا أقل واجب تؤديه. لكن أيها الإخوة، القول الكريم فيه رقي في اللفظ، فيه جمال في العبارة، وفيه أيضا أيها الإخوة رقة، فيه رقة. ولهذا قال بعدهما بعد هذه الآية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والله لو جاءت قواميس العالم كله والبلغاء كلهم أرادوا أن يصفون بر الوالد بولده وأمره بلفظ يوحي بالكمال، والله لن يستطيعوا أن يصفوا ذلك بمثل ما وصفه الله تعالى بقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله أكبر، اخفض لهما جناح الذل. لاحظ هو يصور هنا
يصور الأمر بتصوير طائر ينحني بجناحه في طيرانه، في أمرين، في حالتين، في طيرانه فيخفض في الأرض، كان خفض في الأرض لابد أن يخفض جناحيه، والحالة الثانية هو خفض جناحه على إيش؟ على صغاره، فيلمسهم بحنانه وحمايته ورعايته. فهذا هذين المعنيين متحققين في هذا المعنى، اخفض لهما جناح الذل بأن تكون خادما لهما في إشارتهما، أي إشارة لهما كأنك تعتبر نفسك خادما لهما، ذل. والله تعالى ما أمرنا بالذل لأحد إلا للأبوين، لأنه ذل في مرضاة الله عز وجل، الذل في مرضاة الله مطلوب، وأكرمه وأعظمه وأرفعه ذل للوالدين. إخواني الكرام، ينبغي أن نستشعر هذا المعنى. والله يا إخواني، ليس هذا كمثل إنسان فقط يجامل أو يقوم بشيء من التظاهر بأنه يبر والديه، فيأتي يعني يجلس مع والديه أو للسلام عليهما، لكن هذا فرق بين أن يبقى بين يديهما ويضحكهما ويؤنسهما ويكون تحت رهن إشارتهما، هذا فرق. والله أي فرق بين مجرد فقط المقابلة والسلام والزيارة وانتهى الأمر. لا تذهب يا أخي الكريم لوالديك إن كان حيين أو أحدهما، لا تذهب إليهما معبسا مقطب الجبين، معبس الوجه، في حالة من عدم الاهتمام، تنشغل بجوالك أو تنشغل بشيء آخر، لا، اجلس مع والدك أو والدتك، وعلى خصوص الأم اجلس إليها وأقبل عليها بوجهك وسرورك، كل ما عندك من السرور، إذا كان عندك موقف يمكن أن يشرح صدرها ويعني يؤنسها فأظهره، والله أعظم من إظهارك لولدك وزوجك والناس أجمعين. إي وربي، هذا الموقف يغفل عنه كثير الناس أيها الأخوة، فينبغي أن نعني بذلك، فإن ذلك أمر من أعظم ما يدل على فضل الإنسان. إذا كان متوفين أيها الأخوة، فلا أقل ولا أعظم من تذكر فضلهما والدعاء الصادق الفائض لهما، هذا أعظم شيء، ليس بعد ذلك فضل، ثم الصدقة عنهما ما استطاع الإنسان. قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظروا يا إخواني إلى هذه الجملة، حيث أن الله عز وجل يعني يشعر الإنسان وهو في ظل كرمه وجوده وعطائه لوالديه وإحسانه إليهما وخفض جناحه لهما، ومع ذلك يستشعر إيش؟ تقصيره في حقهما، وأن هذا ليس شيء يمكن أن يجازي بهما به حقهما، ولهذا يفيض على ذلك فضلا وزيادة الدعاء لهما، ويستحضر ماذا كان شأنهما في صغره. الدعاء أيها الإخوة للوالدين فرق فيه بين إنسان يدعو فقط بلسانه ويدعو وهو يستحضر فضلهما، يدعو وهو يستحضر فضلهما، وهذا أيضا في حق الله عز وجل. أنت في صلاتك حينما تستشعر أنك عبد لله وتستشعر أنك في منته وفضله في هذه العبادة، وتستشعر أن الله تعالى بين يديك، فرق بين أي فرق بين هذا وبين إنسان فقط إنما هو يقضي الصلاة بألفاظها وحركاتها؟ لا. وكذلك أيها الأخوة في البر والدعاء، إذا كنت تدعو وتستحضر فضلهما فإن هذا الدعاء لا شك أنه ممزوج بالصدق والإخلاص واستحضار المنة لهذين الأبوين.
قال الله عز وجل كما ربياني صغيرة، ولهذا قال كما ربياني صغيرة لتستحضر هذا المعنى. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ما مناسبة هذه الآية؟ الله عز وجل يقول هذا الأمر اللي تقوم به فالله تعالى يعلمه، كنتم صادقين في البر لله عز وجل فالله أعلم بما في نفوسكم، فانظروا أمر بركم أيها الإخوة. حقيقة أني أعجب أيها الإخوة من تعقيب الأمر بالبر الوالدين بهذه الآية، ليتأكد أو ليؤكد الله عز وجل وليحقق أن هذا البر يجب أن يكون خالصا لله وردا لجميلهما، واستحضر الإنسان فيه مرضاة ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربكم، انظروا كلمة ربكم، الربوبية تعني أن الله عز وجل هو الذي ربانا وأصلحنا وتفضل علينا، فالله تعالى يقول ربكم الذي أنشأكم وخلقكم ورعاكم أعلم بما في نفوسكم، برد هذا الفضل أولا لله عز وجل بالشكر بعبادته وللوالدين، فإن الله تعالى هو الذي أوجدك وخلقك وهداك، فالله أعلم بما في نفسك في رد هذا الفضل لله تعالى، ولا ترد فضل لله تعالى ولكن تقدم شكرا لله تعالى وأداء لهذا الفضل الذي تفضل به عليك بخلقك ورزقك وهدايتك بالعبادة له وحده، وللوالدين الذين هما أصل نشأتك وأصل وجودك بإذن الله تعالى في برهما خالصا لله. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لماذا ختم الله تعالى الآية بقوله للأوابين غفورا؟ الله أكبر، ليدل على أن الإنسان أيها الإخوة لن يبلغ الواجب المطلوب كاملا، يعني لن تستطيع أن تؤدي حق الله عليك كاملا، ولن تستطيع أن تؤدي حق الوالدين، لكنك يجب أن تعود وترجع. الأواب والرجاع دائما، فتذكر تقصيره فيعود، تتذكر تقصيرك في حق الله عز وجل فتستغفر، ولهذا قال غفورا. كلما شعرت بالتقصير عدت إلى ربك واستغفرت، وكلما شعرت بحق والديك وفضلهما ثم رأيت عملك وتقصيرك في حقهما استغفرت الله عز وجل على هذا التقصير. هذا معنى الآية، ينبغي للإنسان أن يستحضر تقصيره في حق الله لينال الكمال. نحن الآن السياق كله في نيل الكمال الذي يطلبه الإنسان بالقرآن. قال الله تعالى وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الله تعالى أرفق أو عقب حق الوالدين بأقرب الناس بعدهما وهم القربى، وأقرب الأقرباء هم الوالدين، لكن الله خصهما لذاتهما وفضلهما. وآتِ ذا القربى حقه، كيف حقه؟ ما هو حق ذا القربى؟ آتِ ذا القربى حقه، يعني كأنه ملزم لك ليس فضلا منك وإنما هو. لهذا قال هنا آتِ ولم يقل أعطي، قال آتِ، مما يدل على أنه حق عليك لازم ليس فضلا. وما هو حق ذوي القربى أيها الإخوة؟ حقهما بالمال، ولهذا قال ولا تبذر تبذيرا، بأن تؤدي حق الله عز وجل الذي أوجبه عليك من زكاة وتعطي منه ذوي القربى، وأيضا قبل ذلك بالصلة والبر، لأن هذه الآية معطوفة على ماذا؟ على حق الوالدين بالبر. فصلة الرحم حق واجب، كما قال الله عز وجل أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم معلقة بالعرش، فيقول الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك وقطعته، فإن هذا يدل على أن صلة الرحم من أعظم الواجبات على الإنسان، فهو حق
ثم عقب على ذلك أو عطف على ذلك حق الضعفاء. انظروا ليؤكد أيها الإخوة أنه الإنسان كلما كان ضعيفا، لهذا ذكر الله تعالى حق الوالدين في الكبر، وذكر حق القربى وعطفه بالمساكين وابن السبيل ليدل على أنه كلما كان ذوي القربى ضعيفا فهو أحق بالأداء من غيره في المال أو غيره. ثم قال ولا تبذر تبذيرا. ما مناسبة قوله ولا تبذر تبذيرا لقضية وآت ذا القربى حقه؟ ما أعظم هذا العطف العظيم للآية بقوله ولا تبذر تبذيرا. نعم، يعني أو بعبارة أخرى أن الإنسان إذا كان غافلا في الدنيا، إذا كان غافلا في الدنيا لن يأبى بحق الأقربين ولا بحق المساكين، همه نفسه، همه نفسه في جمع المال والترفه فيه والتنعم فيه، وينسى حق الآخرين. كأن الله تعالى يقول لا تغرنك نفسك وتبغى في الأرض وتطغى وتنسى حق الأقربين. وهذا واضح أيها الإخوة، فإنكم ترون الذين المترفين الذين هم سعيهم في الدنيا جمعا للمال وهمهم ذلك يكنزون الأموال وينسون حق الله فيها وحق الضعفاء والمساكين والأقربين، لأنه هم جمع المال يريد أن يكون إذا وصل مبلغا قال والله فلان أكثر مني فأراد أن لا ينفق من ماله حتى لا ينقص، وهكذا، لأن هذا همه جمع المال ونسيان الآخرة، نسيان حق الله عز وجل. قال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا. ما الفرق بين التبذير والإسراف؟ ما الفرق بين التبذير والإسراف؟ يظهر أن الإسراف هو الزيادة في الأمر الحلال، يعني أو المباح، الزيادة في المباح، أن يكون هذا أمر مباح لكنه يزيد عليه، يزيد عن طاقته وحاجته. والتبذير هو استخدام المال في غير محله على غير وجه المشروع، هذا الذي يظهر من سياق الآية. قال ولهذا قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الإسراف عفوا هو يبتدئ أو يغلب في زيادة عن المباح ويدخل فيه أنه يبغى الإنسان أن يتخطى للحرام، لكنه في الإطلاق العام يظهر أن التبذير هو وضع الشيء في غير موضعه على الوجه الصحيح، لأن الإسراف من السرف هو الزيادة. نعم، لو هذا ذكرنا في سياق المال وجمعنا بين الإسراف والتبذير لا ظهر الفرق بهذا والله أعلم. قال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لاحظوا هذا التصوير القبيح أو التصوير المقبح لشأن التبذير، وأن الإنسان المبذر أخ للشيطان والشياطين، ومن يرضى أن يكون أخ للشياطين؟ والمقصود بالأخوة هنا أخوة التماثل في العمل، فإنه الذين هم منشغلون في أمر معين يقولون هذا أخو فلان، فهم إخوان الشياطين من حيث التبذير واستخدام الشيء في غير محله المشروع. وكان الشيطان لربه كفورا. وهذا يبين لنا أيها الأخوة أن التبذير سبب ومؤد إلى الكفر عياذا بالله، أن التبذير يؤدي الإنسان إلى أنه كفر، لأنه هو كفر من حيث أنه جحد لنعمة الله عز وجل، فهو يجحد نعمة الله بيكون ذلك كفرا لنعمة الله تعالى ويؤدي به إلى نسيان الله تعالى. قال الله تعالى وإما تعرضن
عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبة هذه الآية تلا خذنا الوقت هو أن ورد فيها سبب نزول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يأتيه أناس من الصحابة من فقراء الصحابة فيسألونهم فليس عنده شيء يعطيهم فيعرض عنهم ليس إعراض بخل وإنما إعراض حياء يعني من الحياء الذي فيه ينصرف عنهم بوجهه حياء منهم ماذا يقول لهم؟ فالله تعالى قال وإما تعرضن عنهم إذا لم تستطع أداءهم وليس عندك شيء ابتغاء رحمة من ربك. ماذا نستفيد من قول ابتغاء رحمة من ربك؟ والله إن فيها معنى عظيم أيها الأخوة. معنى عظيم هو أنه الله عز وجل يرى ما في نفسك، هل أنت تعرض وفي نفسك شوق أن يكون عندك مال إلى أن تتصدق به وتعطيهم، أم أنك تفرح أنه ليس عندك شيء تعرض عنهم ولو قلت لهم قولا كريم ميسورا لكنك في نفسك عدم رغبة بإنفاق من حيث نقول أنه ليس عندي شيء. يا إخواني المسألة يعني عظيمة ودقيقة. فالله تعالى يقول ابتغاء رحمة من ربك، يعني تقول كأن الله تعالى يقول ابتغاء أن يأتيك فضل من الله فتعطيهم، تعرض عنهم الآن وفي نفسك أنك تتمنى أن الله يعطيك فتعطي من مال الله الذي آتاك وأعطاك. هذا معنى يا أخواني عظيم، معنى والله عظيم، يدل على ما في النفوس من الخير بقدر حرصك يدل على صدقك. قال الله تعالى فقل لهم قولا ميسورا. شو الفرق بين قوله ميسورا وقولا كريما؟ ما الفرق؟ مثل ما يقول الواحد لو طلب منك شيء تقول الله ييسر، الله ييسر، يعني كأنك تقول أبشر وأرجو الله عز وجل أن ييسر الأمور، فأنت كأنك الآن تشوقهم وتعلقهم بربك تفاؤلا. لاحظ حينما قال الله قل لهم قولا ميسورا يعني كأنك تعلقهم بالله وأن الأمر يسير عند الله، لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا فإن الله سيعطيكم وسييسر الأمر. هذا معنى عظيم أيها الأخوة، يعني إذا تأملناه في واقع يعني إنسان ضعيف قد انقطعت به الحياة ثم تأتي فتدخل في نفسه الفأل والتفاؤل واليسر، تقول أبشر بإذن الله تعالى لا تيأس فإن الله سييسر أمرك وما عند الله قريب. أنت الآن أغنيته ليس بمالك، أعطيته بما يشرح صدره، قد يكون هذا خير له من حيث أنه تعلق بالله عز وجل. قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني هنا قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بإيش؟ بالبخل والإمساك. ولاحظ الكلمة إلى عنقك كأنك قيدت نفسك، أنت الآن ببخلك قد قيدت نفسك كأنك مأسور مقيد. ولا تبسطها كل البسط يعني لا تبذل وتصرف وتنفق بغير حدود فتقعد ملوما، يعني تكون نهايتك أنك تلام وتلوم نفسك وتكون محسورا، قد حسرت نفسك بالفقر إلى الفقر. فالمقصود بقوله ولا تبسطها كل البسط ليس الإنفاق في الخير يا أخواني وإنما في الدنيا، لأن الإنفاق في الخير ليس هو تبذير ولا إسراف ولا بسط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وقد أنفق أو بذل إنسانا من السلف مالا فقال له لا تسرف
في الخير، قال لا خير في لا سرف في الخير، عكس عليه الجواب قال لا سرف في الخير. فالمقصود هنا سلمكم الله هو بسط المال والإنفاق في الحياة، كمثل الإنسان يصرف على نفسه أولاده، يصرف بما يشاء من غير حساب، لكن إنفاقه في سبيل الله فإن هذا محسوب له ولو أكثر منه. ولهذا أبو بكر رضي الله تعالى جاء بماله كله، أو كان هذا مذموما؟ بل هو خير المدح والثناء والكمال. قال الله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، كأن هذا تعليق للنفوس إلى ربها عز وجل، إلى أنك بإنفاقك واحتسابك كذلك عند الله فإن الله يبسط لك الرزق، وبقدر قد تقتيرك في أمر الخير فإن الله يقتر لك، قتر عليك، فأنفق ينفق عليك وأمسك يمسك عنك، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله أكبر. تأملوا ختام هذه الآية بقول خبير، يعني أن الله عز وجل ينظر ما في نفسك في قضية إنفاقك وعطائك وبذلك، لأن قضية الإنفاق أيها الأخوة فيها مظنة الرياء والعجب والامتنان على الناس، فالله تعالى هنا علقها باسمه الخبير لتراقب الله عز وجل في ذلك، ولا يكون في نفسك هذه الحظوظ وهذه المداخل السيئة التي تحرمك أجرك وفضلك. ثم قال بصيرا أن يبصر ويرى ما عملك وحالك. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.